بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمي بسم الله جميعا كده ونتوكل على الله. طبعا أكيد واجهته في التورية، طبعا ناس كتيرة تقول لي يا أستاذ أنا مش لاقية ولا تورية، هي فين التورية دي؟ ده التورية دي صعبة. لا لا لا، هي أنا قصدت تمام أن أنا أجيب التمارين ديت علشان أستفز عقولكم شوية، وعشان أخليكم تفكروا مش تحفظوا. أيوة، وعلشان نفهم يعني إيه تورية. وانا عارف ان في حاجات طبعا صعبه عليكم، وعارف ان في حاجات لا يمكن هتجيبوها، لان طبعا ما فيش حد بيدور، انتوا بتقعدوا تفكروا بس كده. ما عرفتهاش، اقوم سائل اللي جنبي، ما يعرفهاش طبعا اللي جنبي، وهكذا. فخلاص لما الاستاذ يجي، في حين انت لو كنت دورت على الانترنت شويه ودخلت على جوجل مثلا وبحثت شويه في التوريه ده، يعني مثلا، يعني ده انا يعني معلش متفائل شويه وبحلم بالطالب العصري ده، يعني اللي بيدور على المعلومه وبيجيبها، على فكره بيفرق كتير. فانت لو عملتش كده وانت من دلوقتي، طب وبعدين؟ الجامعه كلها كده، اي جامعه هتخشها هتبقى مطالب ببحوث ومطالب حاجات من على الانترنت وعلى الجوجل، طبعا محرك البحث الضخم ده. انت لازم يا شباب نكون عندنا مهارات البحث، ولازم نعرف نجيب المعلومه. يعني انا لما جبت لك المعلومات دي جبتها لك ازاي؟ ما انا نفس اللي انا عملته، قعدت على الجوجل وقعدت ادور على امثله كتيره جدا على التوريه، وطلعت بالامثله المناسبه لسنك والمناسبه لدراستك، وحاولت بقدر الامكان ان زي ما بيقولوا افلترها يعني، او اختار المناسب واللي هو يستفز عقلك شويه، وفي الاخر نتناقش ونحلها مع بعض. المهم يا حبايبي، هتوكل مع بعض على الله ان شاء الله كده، ونبدا مع بعض نحل. سموا بسم الله كده بقى، توكلوا على الله. مراجعه المحسنات البدائيه. استخرج التورية، استخرج التورية، شمر بقى كده وإيه وركز معايا، ويا رب يكون معاك بقى كراستك ومعاك قلم علشان تكتب الملحوظات. وياريت بقى نعمل المذكرة الذهبية. إيه المذكرة الذهبية ديت؟ هتلاقيني كده صرخت في ودانك كده مرة واحدة أقول لك خلي بالك، دي ملاحظة مهمة. أنت عارف بقى لما الحصة بتسخن فمن إيه يعني بنجيب اللي عندنا، فربنا يوفقنا كده يا رب. ومش عايزك تبقى ايه سميع وبس، لا بالله عليك، انا ما بغنيش، انا بشرح لك وبفهمك. ومفيش طالب علم في الدنيا الا بيكون معاه قلم وورقه وعمال يأيد ويدون ملاحظات. فتعالوا بقى كده نتوكل على الله ونشوف بقى التمارين اللي ايه اللي اجهدت عقلكم شويه. التمرين الاولاني كان سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر معه من مكه الى المدينه، من هذا؟ فقال رجل يهديني السبيل. طبعا نلاحظ ذكاء ابي بكر الصديق الشديد جدا. سيدنا ابو بكر كانوا في الهجره مهاجرين، فواحد بيسال سيدنا ابو بكر على مين اللي ماشي معاك ده. فطبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان قدامه احتمالين، يا اما يقول ده واحد يكذب يعني، يقول اسم اي اسم يعني، وطبعا ده صديق فازاي هيكذب يعني، ويا اما يقول ده محمد وبكده بيعرض سيدنا محمد للخطر، فكان خطر طبعا، وكانوا بيدوروا عليه زي ما انت عارف. فابو بكر الصديق ربنا هداه الجمله الاخيره دي جمله رائعه، اللي هو قال ايه؟ بص كده قال ايه؟ رجل يهديني السبيل. هنا المعنى القريب ايه؟ ما احنا عارفين التوريه بقى، طبعا انت لازم تكون اصلا لو ما كنتوش سمحتوا شرح التوريه يا جماعه نرجع للموقع نسمع الشرح، لان احنا هنا سين وجيم بس، دي تمارين بنطبق. فتلاحظ المعنى القريب ايه؟ رجل يهديني السبيل، لو انت ماشي مع واحد في الشارع وبقول لك ده مين؟ بقول لك واحد بيهديني الطريق، واحد بيعرفني الطريق. طبعا هيجي في دماغي على طول ان بيعرفك الطريق بيعرفك العنوان، فالناس كلها فهمت الجمله كده. لكن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما كانش قصد كده، لانه ما كانش الرسول بيهديه الطريق اللي في الصحراء. ده كان قصده ان الرسول نبي من عند الله، ايوه، يهديه السبيل الى الله. يعني خلاصه الاجابه زي ما هكتبها قدامك دلوقتي كده، التوريه في كلمه السبيل لها معنيان، معنى قريب وهو الطريق في الصحراء وهو غير مقصود، ومعنى بعيد وهو السبيل الى الله عز وجل. دي التوريه الاولى. طبعا سر جمال التوريه زي ما احنا عارفين كلنا ان هي جذب الايه يا شباب؟ الانتباه. المثال الثاني، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله كان يلاطف جلسائه، يعني كان بيهزر معاهم يعني، فبيقول دايما يقول للواحد يقول له ايه؟ أأنت معدد؟ معدد يعني انت اتجوزت اكثر من من امراه؟ أأنت معدد؟ يقوم يقول له ايه بعدها؟ ام انت من الخائفين؟ على طول كده لما واحد يسال واحد متجوز يقول له انت اتجوزت على زوجتك ولا انت خايف؟ هيجي في دماغك ايه على طول؟ بالله عليك هيجي في دماغك انه خايف من زوجته. ده الموضوع مش بسيط يعني كده، يعني هيجي في دماغك انه خايف من زوجته. طبعا ده المعنى القريب، لكن هو لا، هو ما يقصدش كده. الشيخ ابن باز كان يقصد انت خايف من عدم العدل،
بدليل الآية الكريمة اللي بتقول إيه؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فده كان قصد الشيخ عبد العزيز بن باز، إنه المعنى القريب إنك خايف من زوجتك، لكن المعنى البعيد إنك خايف ألا تعدل. أستاذ طب ده إحنا هنجيبها منين دي يا أستاذ؟ ما أنا بقول لك أنا بعمل التمارين دي عشان تشغل مخك، عشان تشغلي مخك. فيعني مرة في مرة ديني بدربك أهو، مرة في مرة هتجيبها لوحدك إن شاء الله، ما تقلقش يعني. يبقى التورية فين؟ ها؟ في الخائفين لهما. الكلمة الخائفين دي لها معنيين، معنى قريب وهو خائف من زوجته وهو غير مقصود، ومعنى بعيد وهو خائف من عدم العدل في قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا. يبقى دية الايه؟ المعنى البعيد المقصود. تعال بقى نشوف البيت العجيب ده، ده تلاعب باللغة بقى. بص بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ تركت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني. ايه أستاذ ده معنى البيت؟ ايه الطلاسم دي؟ لا مش طلاسم الحاجة، ده بيت ظريف، معناه تلاعب بالالفاظ. كلمتني التلاتة مش زي بعض، يعني انت شايف التلاتة دول مش زي بعض. كلمتني الاولى هي اصلا كلمتني، كلا يعني كاف لام بمعنى تعب، يكل يعني يتعب، ومتني يعني ظهري. يبقى معنى الاولى ايه؟ تعب ظهري، ماشي كده؟ يبقى الجملة معناه ايه؟ فضلت اخبط على الباب لغايه ما ظهري وجعني. واضح ان هي قاعد يخبط كتير قوي يعني. فلما كلمتني واحدة من جوه ردت علي بقى، يبقى كلمتني التانية بمعنى الايه؟ بمعنى الكلام. لسه انا ما طلعتش التورية، انا بس بفهمك البيت. فلما كلمتني يعني ايه كلمتني التانية دي بقى؟ يعني ردت علي يعني من الكلام. يبقى الاولى كلمتني من تعب ظهري، والتانية كلمتني يعني ردت علي. فبيقول بقى بص الاخيرة ايه؟ كلمتني. الاخيرة دي بقى يعني لما تبحث عنها كده وتحب تدور على المعنى تلاقي المعنى لطيف جدا. تلاقيه بمعنى كلمتني هنا يعني جرحتني. جرحتني ايه يا استاذ العراقة يعني؟ ما هي كلمة في اللغة العربية، الكلم او الكلم او المكلوم هو المجروح، من ضمن معاني كلمة مجروح، شقة اي جرحة. فبقول فلما كلمتني يعني ايه كلمتني بقى؟ يعني جرحتني بكلام. يعني خلاصة الكلام هو تلاعب باللغة، واحد قاعد يخبط على الباب كتير، فواحدة ردت عليه من جوه بغلاسة فجرحت كرامته وجرحت شعوره. شفت بقى الهيافة؟ هو احنا قلنا ده تلاعب بالالفاظ، فين التورية يا استاذ؟ حياة التورية في كلمة كلمتني الاخيرة. ليه بقى؟ بص كده، لان التورية في المعنى القريب كلمة كلمتني الاخيرة، المعنى القريب من الكلام يعني انها كلمتني، انها ردت علي. وطبعا ده غير مقصود، لان فعلا كلمة يعني قول انت لاي حد فلانة كلمتني هيجي في دماغه ايه على طول؟ انها كلمتني يعني اتكلمت معايا يعني، لكن ده غير مقصود، هو قصد حاجة تانية، قصد انها ايه؟ جرحتني. وده المعنى البعيد اللي ايه شباب؟ البعيد المقصود. تعالوا بقى المثال اللي بعديه. برضو ده مثال جميل. قالت روح بربك من امامي. روح ايه؟ روح دي يا استاذ؟ روح ده الفعل الامر من راحة. احنا عارفين قال قل باع بع راحة روح. فواحدة بتقول له روح من امامي، يعني مش من هنا يعني، ابعد عني يعني. فقلت لها بربك، بص بقى هو بيتغلس عليها بيرد عليها بقى، فقلت لها بربك انت روحي. طبعا هنا انت ناقصة الهمزة، المفروض الهمزة تتحط يعني. فقلت لها بربك انت روحي. هنا المعنى المتبادر للذهن، لما تروح لواحده تقول لها انت روحي، انت روحي، هتيجي في دماغها انت روحي يعني انت بيحبها يعني، مش كده؟ لكن هو يقصدش كده، هو يقصد ايه؟ انت روحي يعني اذهبي، ابعدي من هنا، امشي من هنا يعني. فتعال نشوف التوريه فين. التوريه في كلمه روحي، المعنى القريب انها من روح الانسان، انها سبب حياته، انها حبيبته ايا كان، وهو طبعا غير مقصود. والمعنى البعيد فعل امر بمعنى اذهبي، وهو بعيد يا شباب، بعيد مقصود. اللهم صل على محمد. تعال نشوف الراجل ده بيقول ايه بقى. بيقول ايه؟ ذكرت والكاس في كفي لياليكم. بقول وانا ماسك الكاس في ايدي افتكرت لياليكم. واضح انه كان يعني سكري وكان بيشرب خمره، وفاكر اصحابه اللي كان بيشربوا خمره معاه. الله اعلم بقى الكاس ده كاس خمره ولا كاس ايه. المهم يعني بقولهم ذكرت والكاس في كفي لياليكم، فالكاس في راحه. خلي بالك كلمه راحه هنا لما تيجي ورا كف على طول، خلي بالك ما احنا ايه اللي هيجي في دماغك؟ الكف في راحه، في راحه يدي، الكف في راحه يدي، ما هي من ضمن معاني راحة، راحة اليد. والقلب في تعب. بقول لهم الكف الكأس في ايدي، ما ده المتبادر قدامك، والقلب تعبان. هو قصده مش كده، قصده ان الكأس مرتاح وقلب تعبان، عشان الكأس ما مش بيحسش، الكأس جماد. فيعني خلاصة الكلام التورية في كلمة راحة، المعنى القريب غير المقصود هو راحة اليد، والمعنى البعيد المقصود اللي هو ضد الايه شباب؟ ضد التعب.
اللهم صل على محمد. تعالوا بعدها حته دي انا عارف بقى ان انتوا طبعا ايه يعني بعيدا يعني انا يعني يا رب يكون حد جابها بصراحه المثال ده اللي هو اعرف رجلا ينسج الشمال باليمين. طبعا انت الكلمه اللي هنا فيها كلام كلمه الشمال. تخيل بقى ان اول مره تورد على دماغك كان الشمال كلمه الشمال لها معنيين، لان الشمال بمعنى اليد اليسرى او بمعنى نسيج او ثوب ينسج ويوضع على الكتف. العرب كده عندهم حاجه اسمها زي اللي بيقولوا عليها ساعات الشمله او على ما اعتقد كده يعني. فالشمال دي ثوب. اذا بس لما تيجي بعدها يعني ينسج الشمال باليمين، كلمة المشهور عن كلمه الشمال ايه؟ اليد اليسرى، ولكن يقصد الايه؟ يقصد الثوب الذي يوضع على الكتف. فالتورية في كلمة الشمال المعنى القريب غير مقصود هو اليد الشمال، والبعيد المقصود هو نوع من الايه شباب من الثياب تنسك وتوضع على الكتف. نيجي للمثال اللي بعديه. ايها المعرض عنا، ارجو انك تكون جبت دي لانها سهلة ان شاء الله، يعني حسبك الله تعال. طبعا كلمة تعالى لما تيجي ورا لفظ الجلالة على طول، المعنى المتبادر للذهن ايه على طول؟ الله تعالى، اي الله تنزه سبحانه يعني. ولكن المقصود بيقول له يا فلان يا اللي انت معرض عنه عشان خاطري، عشان خاطر ربنا تعالى، هي دي معناها كده. يبقى التورية في كلمة ايه قلنا؟ ها، في كلمة تعالى المعنى القريب غير المقصود هو تنزيه الله سبحانه، والمعنى البعيد المقصود هو تعالى بمعنى ايه شباب؟ بمعنى ائتي. سأل صديقة، المثال ده بقى عجيب انا جبته واصله في الكتب الخارجيه، هتلاقوه في بعض الكتب الخارجيه فجبته، يعني مع ان انا بصراحه يعني المثال ده مش عاجبني شويه بس هو موجود. يعني بقول ايه، سأل صديق صديقه اين ابوك. واحد بيقول لصاحبه انت فين بابا؟ قال في الفرن. في الفرن يعني عند الفرن بيشتري عيش يعني كده. فقال له، اسمع بقى صديق بيقول له ايه، حماه الله. هنا الكلمه اللي فيها توريه حماه. ليه بقى اخوانا الفلاحين يقول لك يحمي الفرن؟ يحمي الفرن يعني ايه؟ يعني يشعله، يزيد واشتعال. فبالله عليك لما اقول له حماه الله، يعني كانه المعنى القريب ايه؟ لما بعد الفرن، ما هو بيقول الفرن صح ولا لا؟ يبقى المعنى القريب انه اشعل فيه النار. ليه يا اخي تقول عليه كده؟ لا لا لا، هو ما يقصدش كده، ده يقصد حفظه الايه؟ حفظه الله. تعال بقى لابن نبات المصري بيقول: انت فخار بدنياك ولا بد للفخار من ان ينكسر. المثال الغريب شويه، بقول له انت بتفخر بدنياك ولا بد للي بيفخر انه ينكسر. بس هنا لو تلاحظ انه جاب كلمه فخار الثانيه وبعدها ينكسر، فالمتبادر للذهن ايه الفخار اللي بينكسر؟ الطين الجاف، مش كده؟ تعال نشوف كده، يبقى فخار تمام فيها توريه، لان معنى قريب غير مقصود وهو الطين الجاف. الطين الجاف ده غير مقصود، لكن المعنى البعيد هو كثره الايه شباب؟ هو كثره الفخر. السؤال اللي بعديه وهو التورية الأخيرة: والنهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجلو الصدى. هنا طبعا دي يعني بتهيألي بعيدة قوي عليك شوية، لأن انت طبعا ما بحثتش ان كلمة الصدى من معانيها العطش. طب لما يقول يجلو الصدى، بص بقى الصدى لها معنى قريب غير مقصود هو اصفرار الحديد، اللي هو ما يقولك يجلو الصدى يعني حاجة مصدية، مش كده؟ عارف الطبقة اللي بتصدى على الحديد ديت. فانت اول ما تسمع ان النهر زي المبرد اللي بيجلي الصدى، يجي في دماغك انه بيشيل الصفار اللي على الحديد. لا لا، هو ما يقصدش كده طبعا، لان من معاني الصدى هو العطش. يبقى المعنى البعيد ان النهر يزيل الايه؟ العطش. ولكن كلمة الصدى اول ما سمعناها ظننا انها الصدى الذي يعلو الايه؟ الحديد. انا عارف ان الموضوع شوية غريب عليكم، وانا عارف ان انتوا لسه يعني ايه برضو بادئين في المحسنات البدعية، فعايزة فترة لغاية ما نتعود عليها. ولذلك دايما اقول للطلاب الاحباب، مش معنى ان انت خدت لي مثال ولا اتنين على التورية يبقى انت اتقنت التورية. لا يا حبيبي، اريدك كثيرا من فترة لفترة تحل على الايه شباب؟ على التورية. معين المحسن البديعي فيما لا، ثم اذكر قيمته الفنية. تعالوا بقى نتوكل على الله. قال تعالى: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. طبعا احنا هنا مش هنطلع توريه بقى، احنا هنطلع اي محسن بديعي ونذكر قيمته الفنيه. طبعا انا قصدت تماما ان انا اجيب لك ده في المثال ده في الاول، لان كلكم اول ما بتحبوا تطلعوا محسن بديعي بيجوا في دماغكم الحاجات المشهوره، الطباق، الجناس، يمكن السجع ده يعني بتفتكروه. لكن في حاجات ما بتنسوها، ما بتاخدوش بالكم منها. يعني ايه رايك بقى ان محسن بديعي هنا ايه؟ ها، التفات. برافو، اللي قال التفات 10 على 10. اللي ما قالش التفات يعرف ان هو مقصر في ايه؟ انه حافظ لي 2 من 8 او 3 من 8 وبدور عليهم. يا عم حط الثمانية قصادك، لما ما تلاقيش نفسك عارف المحسن حط الثمانية قصادك. وما لي لا اعبد الذي فطرني، ده تكلم، ها، واليه ترجعون، ده التفات. يبقى التفات من التكلم الى الايه؟ من التكلم الى الخطاب. يبقى التفات. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه.
ذاك مرعى أنسي وملعب لهوي وجنى صبوتي ومغنى صحابي. طبعا لو جيت انت تحس الجمل على بعضها كده هتلاقي الجمل تقريبا قد بعضها، مرعى أنسي، ملعب لهوي، جنى صبوتي، مغنى صحابي، ده ما يسمى في الشعر بحسن التقسيم، يعني جمل متساوية في الطول والوزن، وهو يعطي جرسا موسيقيا محببا للنفس. السؤال اللي بعد بيقول: قال بعض السلف، الله على الجملة دي، وياريت برضه يا أولاد وانتوا بتقروا بالله عليكم ما يبقاش همك تطلع المحسن بس، ابقى حاول تتمعن الجملة. يعني الجملة أكيد أنا مختارها فيها حكم جميلة. يعني بص الراجل ده بيقول إيه، بيقول إيه: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كسرة ما نعصيه. يعني عندنا نعم كتير مع كسرة ما نعصيه، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. شوف الجملة جميلة ازاي، يعني نشكر ربنا على ايه؟ على القبائح بتاعتنا والذنوب بتاعتنا اللي بيسترها، ولا على الجميل بتاعه اللي بيديهولنا دايما؟ فالله سبحانه وتعالى هو اجمل محبوب لينا وهو اللي بيسترنا. تعال بقى نشوف يا سيدي هنا ايه المحسنات البدعية. برافو، ممكن قوي صح، نحصيه ديت ونعصيه، تمام، بينهم ايه؟ جناس، برافو صح كده. وكمان ها ينشر ويستر، بينهم ايه؟ بينهم برافو، بينهم سجع صح كده. يبقى اذا وبينهم طباق، طبعا طبعا طبعا، ينشر ويستر بينهم طباق. اذا في طباق وفي اهو من ضمن حاجات جناس ناقص بين نحصيه ونعصيه، ينشر ويستر سجع ويجوز طباق. طبعا انا مش بكتب كل حاجة، انا بكتب يعني ايه من نموذج او اتنين، فده اللي كان في المثال. قال علي رضي الله عنه: ان اعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه. دي برضو طباق ما بين ايه يا شباب، طباق ايجاب بين اعظم وصغرى. لان اعظم هنا بمعنى ايه؟ كبرى. ان اكبر الذنوب دي معناها كده، ما صغر يبقى ده اللي انتهى. طباق ايجاب بين اعظم وقلنا وايه وصغر. السؤال اللي بعديه بيقول ايه: للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. إيه انا بتهيألي انتوا لما انت سمعتني بقراها كده عرفتها. اه حسن تقسيم، برافو عليك صح كده، ده حسن تقسيم. للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. ديت نفسي يعني ايه تحساب ودنك. احنا قلنا زمان حسن التقسيم خلي بالك خطير لانه ما بيتشافش، حسن التقسيم بيتحس، يبقى حسن تقسيم. طبعا كل ده بيدي جرس موسيقي. طبعا لعيني كل يوم عبره تصيرني لاهل العشق عبره. ده جناس طبعا، ما بين عبره وعبره، وجناس ناقص، ودي اؤكد عليها. مش معنى طلاب كتيره بيجروا ورا الموضوع ده اقول لك جناس تام، لا يا شباب ده جناس ناقص، لان في اختلاف في التشكيل. امال الجناس التام امتى؟ لما تبقى الكلمتين شكل بعض بالظبط في كل حاجه حتى التشكيل. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى عبره وعبره جناس يا شباب، جناس ناقص. السؤال اللي بعديه بيقول لي: من جاد ساد، ومن ساد قاد، ومن قاد بلغ المراد. ده طبعا بنسميه سجع، لان كل الجمل بتنتهي بالحرف الاخير اللي هو الدال، وفي نفس الوقت الجمل على قد بعضها، وده بنسميه الازدواج، والاتنين بيدوا جرس موسيقي. وعلى فكرة الازدواج اللي بنسميه في الشعر حسن التقسيم، يعني اذا الكلام ده حصل من شوية كان زي ما حصل من شوية في الشعر قلنا عليه حسن التقسيم، لكن لما بيحصل في النثر بيبقى اسمه يا شباب ازدواج. السؤال اللي بعديه بيقول لي: ليس للسان عظام لكنه يكسر العظام. الحته دي حلوه قوي، المثال ده حلو. طبعا واضح في جناس تام ما بين عظام وعظام، العظام الاولى بمعنى العظم الصلب المعروف، والعظام الثانيه بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى جمع عظيم وهو العظيم. يبقى في جناس تام. استاذ طيب ما ممكن تدي توريه. اه صح كده، في كلمه عظام، برافو عليك. اه ليه؟ لان اول ما يتبادر لدماغي بقول لك اللسان ليس له ليس فيه عظام لكنه يكسر العظام. لما الحديث عن العظام وبقول لك لكنه يكسر العظام، لسه الكلمه الاولانيه بترن في ودني، فهتديني احساس ان الثانيه بمعنى ايه برضه؟ بمعنى العظام. لكن لو تاملت شويه هلاقيها جمع ايه يا شباب؟ جمع عظيم. يبقى جناس تام وتوريه. حب الظهور يقسم الظهور، ودي حلوه برضه جميله. حب الظهور يعني الوضوح ده من الناس، يقسم الظهور يعني الظهر، جمع ظهر يعني. فاذا هنا في جناس تام، برافو صح كده، جناس تام لانهم متفقين في كل شيء. ولو عايز تقول سجع يبقى صح يا شباب، سجع. جناس تام وسجع، تمام. السؤال اللي بعديه بيقول لي: يقول الشاعر لا تعرضن على الروايه قصيده ما لم تبالغ قبله في تهذيبها، فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. واضحه قوي ما بين تهذيبها تحتها خط ده وتهذيبها، ده جناس تام. وطبعا ليه اسم تاني اللي هو بيقولوا عليه جناس الاشتقاق والكلام المرفوع والكلام ده، بس مش علينا، هنقول جناس تام ما بين تهذيبها في البيت التاني وتهذيبها في البيت الاول. وده على فكره برضو بعلم الطلاب ان ممكن لما تغلب تطلع المحسن من بيتين ورا بعض. اه يعني انا بتسال فيها كتير جدا وانا بشرح، حالي يا استاذ ينفع اطلع المحسن من بيتين ورا بعض؟ اه ممكن، لكن مش من بيت بقى الاولاني وتجيب لي مش عارف كلمه من البيت الاخراني وتقول لي ده جناس، لا طبعا ما ينفعش، صلى على النبي. اه خلي الجدع كده، صلى على النبي. طيب قال المعتمد ابن عباد يحكي قول جاريه في محنته:
قالت لقد هن هنا مولايا، أين جاء هنا؟ قلت لها إلى هنا، صيرنا إلى هنا. الناس كانت دماغها فاضية وفايقة، وكان المعتمد ابن عباد ده بيحب يعني الايه السجع والجناس والحسن التقسيم والتلاعب بالألفاظ ده. واضح الجناس الناقص طبعا ما بين هن وهن، طبعا هن ده من الاهانه، لكن هنا عفوا هن وهنا ده جناس ايه؟ جناس نقص. هم متفقين في الحروف لكن مختلفين في الايه شباب في الشكل. وايضا نلاحظ ما بين الى هنا وما بين جاء هنا ايضا يعتبر جناس ناقص، وان اردت ان تجعلها سجع فهو صحيح. يبقى جناس ناقص بين هن وهنا، وبين جاء هنا والى هنا، وان اردت ان تضيف السجع فهو كلام صحيح. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان. ده السهل الممتنع بقى يا باشا، او ده السهل الممتنع بقى يا بنتي. ليه هتقعد تقول الشمس والقمر طباق؟ لا يا باشا مش طباق. ازاي الشمس والقمر طباق؟ ده ايه؟ برافو، مراعاة نظير، صح كده. ايوه احنا قلنا ما يبقاش حافظين اتنين تلاتة محصلات بدعوة بندور عليهم وبس، مراعاة نظير بين الشمس والقمر. طب برضو زيها، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتدرم، اللي هي ما بين عسجد وفضة، لان فضة معروفة وعزجد اللي هو الذهب، يبقى ما بين فضه وذهب ما تقوليش طباق برضه، لا طبعا مش طباق طبعا، فضه وذهب ايه؟ مراعاة النظير بين فضه وعزجد. السؤال اللي بعديه بيقول لي قال تعالى ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. برضه انا قصدت ان انا اجيب ديت لانك نسيت اكيد ان في حاجه اسمها التفات. ايوه طبعا، لو تلاحظ اتيناهم وبعدين تمتعوا، انتقل من الضمير الغائب اللي هو هم الى ضمير التكلم وهو الى ضمير الخطاب وهو تمتعوا. فاذا المحسن بديع هنا التفات يجذب الانتباه. اخيرا واخر مثال، ارعى الجار ولو جار. ارعى الجار ولو جار، ايوه برافو عليك، صح كده، برافو عليك، جناس تام بين الجار وجار، ويعتبر ايضا سجع. واذا في هنا جرس موسيقي جميل، يبقى جناس تام وسجع. احبابي الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وان كنت بتكلم بسرعه شويه فطبعا في ايدك ترجع الاسطوانه وتقدمها، ويا رب تكونوا استفدتم، وارجو ان كنتم ما تتخضوش لان التدريب هو اللي بيدوب اصعب التمارين مهما كان. هات لي توريه كتير، تعالى نتناقش، سير القضيه ما بين اصحابك بالذات التوريه. يا ريت من ضمن نقاشاتكم كده انك تروح تقول لصاحبك تعرف التورية، طب وريني التورية في البيت دي، طب الاستاذ بتاعك ما ادالكش التورية، عارف كده. ان شاء الله باذن الله هتلاقي بعد كده التورية دي معنى جميل جدا وانت تستخدمها حتى في حياتك ان شاء الله رب العالمين. احباب الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم، استودعكم الله، فاصل احباب الطلاب ونواصل، والسلام.